ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. المغاربة فرحانين بعد الانخفاض القياسي لفاكهة الأفوكادو. يقول المثل الشهير: تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. هكذا حال الفلاحين الكبار هذا الأسبوع بعد أن تسببت الرياح التي هبت بالمملكة الأسبوعين الماضيين في تراجع كبير وقياسي لسعر فاكهة الأفوكا في الأسواق الوطنية، حيث انخفض سعر الكيلوغرام الواحد من 40 درهما إلى نحو 10 إلى 7 دراهم، وهو ما وقع لأول مرة في سعر هذه الفاكهة. وكان نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي قد استغربوا من التراجع الكبير في سعر هذه الفاكهة، متسائلين عن الأسباب التي ساهمت في هذا التراجع. وبذلك يمكن القول أن انخفاض أسعار الأفوكادو في المغرب يرجع إلى أسباب طبيعية، وهي الرياح القوية التي شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن تساقطت الفاكهة من أشجارها، وهو ما زاد من عرضها في الأسواق الوطنية. الرشيدية واللي كيقولوا بأن الثمن اللي كان في الأول يعني ديال 8 درهم فقط، يعني كانت ديك الرعدة اللي طيحت مجموعة ديال المجموعه ديال يعني ديال الاشجار ديال الافوكا، وهي اللي خلات الثمن انه يهبط لديك يهبط يعني 4 دراهم الى 8 دراهم. لكن هنا بمدينه الرشيديه يعني كنشوفوا بان الثمن يعني وصل ل 18 درهم مقارنه يعني بالمجموعه يعني من قبل، يعني راه كنا كنسمعوها فقط ب 40 30 45 وكذلك، لكن الان يعني كنشوفوها ب 18 درهم وعليها اقبال يعني كاين.